في جزيرة جيجو بكوريا الجنوبية لا يكتمل السحر والجمال عند تصنيفها ضمن عجائب الدنيا السبعة. العجائب لا تأتي فرادى. هنا تقرع الطبول عكس الأعرف. المستهدف ليس من بالخارج بل المتعبدون بالداخل. نتواجد هنا في جزيرة جيجو. هذه المنطقة تدعى ياتشونسا. هنا في هذا المعبد خلفي يقبل آلاف البوذيين على ممارسة طقوسهم. كل حركة داخل المعبد قد تقطع الخشوع على المتعبدين. الدخول في هذا الوقت ليس سهلا، أما التصوير فهو كسر للمقدسات. التقرب للبوذا يكلف الكثير، الخضوع له ليس كل شيء، إرضاؤه بما يجود به الخاطر من مال أمر ضروري أيضا. كل شيء داخل المعبد له ثمنه، معلقات ومجسمات يعتقد البوذيون أنها تجلب الخير، وبقدر مكوثها في هذا المكان يكون سعر التسديد. حاولنا استنطاق رجال دين هذا المعبد، المهمة لم تكن سهلة. قبول أو رفض الكلام مرتبط بمزاجهم اليومية. البوذية ديانة اعتنقها الكوريون منذ القدم. معظم سكان المنطقة يتدينون بالبوذية. القدوم إلى هنا تطهير لأرواحنا، كما أن الصلاة داخل المعبد أمر مقدس. البوذا رمز أجدادنا. أعراف المكان لم تحل دون كسرها أحياناً. توثيق اللحظة بصورة للذكرى أكبر غنيمة يحظى بها الزوار. حسب اعتقادات السكان، الابتعاد عن المعبد هو تنفير للأرواح الطاهرة. تقريبا 40% من سكان كوريا بوذيون ويطبقون البوذية. جئت إلى جيجو التي أعيش فيها منذ 6 أشهر وقد سمعت عن هذا المعبد، إنه أكبر المعابد في آسيا. بغض النظر عن تفاصيل الديانة البوذية وأسسها، فإن فتح المعابد أمام الجميع لا ينم عن اتخاذها كمراكز عقادية فقط، بل أيقونة ضمن سياسة دولة متكاملة الأقطاب.